أول فتاة عربية تحصل على لقب حكم دولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هي شيماء منصور. بدأت لعب كرة القدم منذ ظهور كرة القدم النسائية في مصر وهي في عمر 11 عاما، وكانت في فريق القدم الوحيد حينها منتخب الكرة النسائية. تطرقت إلى مجال التحكيم وعمرها 15 عاما، وتقدمت إلى اختبارات الاتحاد الإفريقي كاف ونجحت فيها، وكان ترتيبها الأول على البنات والخامس والعشرين على الأولاد، لتبدأ مشوارها العملي في تحكيم كرة القدم عام 1999 لتكون أول وأصغر حكمة مصرية. شيماء منصور لم ترغب في الاكتفاء بالعمل كمحكمة للمباريات، بل تركز بقوة على خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتطبيق رؤيتها في تطوير الكرة النسائية. الوجه الآخر لشيماء منصور البعيد عن كرة القدم والملاعب هو حصولها على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العرب عام 2007، وهي مسابقة عربية تهتم بالجانب الثقافي والأخلاقي في المقام الأول، كما حصلت على لقب الفتاة الرياضية على مستوى العالم العربي عام 2009 تكريما لمشوارها في مسابقة ملكة جمال العرب. الفقرة دي يمكن كريم مبسوط منها جدا، بس أنا كمان مبسوطة بيها قوي. ليه بقى؟ لأن احنا بنتكلم عن نموذج نسائي يعني جميل وناجح، ودي النماذج اللي أنا بصراحة بفتخر بيها. لما نتكلم هنا عن أول فتاة عربية بتحصل على لقب حكم دولي من فيفا وكمان ملكة جمال، وحصلت على ألقاب عديدة جدا في هذا الملف، يعني كبير الموضوع ده لما نربط الكلام به، بس هو ده الفقرة أو هي دي موضوع الفقرة، إن أنت بتتكلم عن يعني نموذج حلو، ويا في جمال، في رقه، نسائي، ولكن ناجح جدا. في تحديات اكيد واجهتها كتير، واكيد عندها طموح كمان اكبر. خلينا نعرف اكتر تفاصيل من ضيفتنا شيماء منصور. صباح الخير. صباح الول. فقره ناجحه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا هيكرمنا جامد باذن الله. اولا سعداء لوجودك معانا شيماء، منورانا. صباح الفل عليكي. صباح الول. ويعني من خلال التقديمه اللي سمعناها من نهاوند ومن خلال التقرير اللي شفناه مع المشاهدين، واضح ان انت عندك شغف بعالم كره القدم بشكل عام والنسائية بصفة خاصة، وأكثر دقة عالم التحكيم. أنت حتى عندك طموح فيما يتعلق بتطوير التحكيم في كرة القدم، فمش عارف نبتدي معاك منين. هل نبتدي مثلا من خلفية عموما قبل ما ندخل في تحكيم الكرة؟ يلا نبدأ نعرف عنك أكثر. الأول صباح الخير. صباح الفل. متشكرة جدا جدا على التقديمة الحلوة الجميلة اللي زيك كده، وأنا بجد سعيدة جدا جدا أن أنا موجودة على قناة جميلة زي قناة الأهلي وليها جمهور عريق وجميل، ومبسوطه جدا ان انا موجوده معاك يا كريم. ربنا يخليكي منوره. وبس ايه، ابتدي منين تحبي؟ عرفينا عنك، يعني درستي ايه، الباك جراوند بتاعك ايه، الشغف ده اصلا كمان ليه فكره هنا الرياضه، لان ده مش كومن قوي او مش سهل تلاقيه بين برضه البنات. دي حقيقه. يعني معرفش، في الاول كنت بحب الكوره جدا، وفعلا دي ما بتبقاش دايما ما بين البنات ان هما بيكونوا بيحبوا الكوره. وكنت الاول بلعب العاب تانية زي اي بنت في الدنيا بتفضل تجرب كده شويه حاجات، وبعدين اتجهت للفوتبول. بعدين لعبت كوره نسائيه، وكوره نسائيه كانت ساعتها بادئه بالعكس، يعني هرم مقلوب. فدخلت منتخب. بمعنى ايه؟ يعني كان في الاول منتخب وبعدين بقيت في انديه. اوكي. عكس المعتاد. عكس المعتاد. ده كان مع سحر الهواري صح؟ مع دكتور سحر. كانت ساعتها الحقيقه كانت بتبذل مجهود قوي ان احنا بيكون موجودين ما بين افريقيا، لان افريقيا كانت متقدمه عننا بسنين. وطبعا العالم، يعني بقيه العالم العربي جزء منه، هم الامارات والمغرب وتونس وكده. بس بعد كده بقيت حكم، دخلت التحكيم صدفه كده، وبعدين طلعت بقول على الدفعه فاتبسطت قوي، وابتديت بقى الموضوع ده. طبعا كان اول انبساط. ليه سبتي اصلا اللعبه نفسها وقررتي ان انت تخوضي في حته التحكيم؟ انا قعدت شويه كتير وانا بلعب كنت حكم، بس بعد كده كان في القوانين بتاعه الاتحاد الدولي كانت بتمنع ان انا اكون لاعبه في نفس الدوري اللي انا بحكم فيه. طبعا، وده منطقي جدا. طبعا.
بس وموضوع الحكم كنت انا معجبه جدا بشخصيه الحكم. الحكم ده كان حاجه يعني حكم طول الوقت بصراحه حاجه مهمه قوي، يعني يقدر يطرد اي حد، يقدر يبقى عايزه نفتري على الناس، نفتري على الناس، ندوس على العين. لا لا بس هو كان يعني شخصيه بيبقى قويه، ويبقى هو ده بيبقى يعني كل السيطره من ناحيته، وبيدي حق للناس، وهو بيقدر يظلم حد او ما بيظلمش. انا ببقى شايفه ده طبعا كلاعيبه، يعني ببقى شايفه ان قد ايه دور الحكم مهم جدا في الملعب، ان هو يبقى كمان بيهدي اللعيبه. يعني هو اساسا مسؤوليه الحكم الاساسيه هو انه يحافظ على اللعيبه، يحافظ على سلامه اللعيبه، وحتى الجهاز الفني، حتى الجمهور. يعني من اساسيات الحكم ان هو يحافظ على سلامه الجمهور مثلا. لذلك هو يقدر يلغي الماتش لو شاف ان في اي حاجه مشكله حصلت، يقدر يلغي الماتش. فكان بس كنت مبسوطه جدا بالموضوع ده، ودخلت التحكيم، وطبعا من ساعتها بقى وانا كده مش عارفه وانا كنت زي ما انتم شايفين كده. بس هو مشوار يعني ممكن يكون الناس دلوقتي بتتفرج تقول لك ايه ده غريبه، بس هو حلو اكيد. انت برضو يعني حياتك كانت مختلفة، الحاجات اللي مريتي بيها، الكواليس جداً. يعني اكيد مختلفة عن اي حد يعني جدا. اولا انا عايزة اقول لك ان انا الناس لما بتيجي مثلا تقول لك، يعني هو نفس الافكت بتاع ان انا رائدة فضاء، يعني لما بقول ان انا حكم دولي كرة قدم ناس تبص لي كده بتهزري طبعا. طبعا وفي ناس تبقى عارفة اسمي بس مش عارفة شكلي، يعني ممكن تقول لي انا شفتها قبل كده دي شفتها، بس هو مش قادر يعني ما بيبقاش عارف ان انا طبيعي جدا جدا ان انت ما بتعرفيش في المجتمع الشرقي توصلي فكره ان يبقى في بنت هي اللي بتحكم للرجال، وده امر فعلا صعب. وده حصل معاكي بالفعل، يعني انت مش متخصصه في التحكيم في مباريات كره القدم النسائيه؟ لا انا رجال. اوكي يلا. كنت بحكم رجال وكنت فرحانه جدا. عاجبني قوي بجد والله الشخصيه. لا كنت مبسوطه جدا لان كان اولا الرجال انا بتعلم منهم كتير جدا جدا لما بكون حكم في مبارياتهم، لان البنات برضو بيبقوا لسه بيبقوا بيتعلموا وكده. الولاد ما فيش الكلام ده. بس انت فيرست تيم بتحكمي فيرست تيم؟ حكمت لحد ممتاز به يعني، بس انا حكمت نهائيات افريقيا ونهائي كاس عالم، ودي كانت اول بنت في تاريخ الكره الحمد لله المصريه ان هي تسافر بره تحكم بحجم المباراه دي، حجم المباراه الدوليه دي. اكيد من اهم المباريات اللي حكمت فيها في حياتك لغايه دلوقتي. جدا جدا لاني كنت فخوره جدا ان انا بمثل مصر في حاجه شبه طبعا. لا ده وضع تاني، ده موضوع مختلف طبعا. ايه الاصعب لما بتحكمي في مباراه نسائيه ولا مباراه ما بين الرجال؟ وهل مثلا شفتي نظرات استغراب مثلا من في بعض الاحيان اللعيب بحاطط في نفسه فاهم ازاي كان مستلطف فكره وجودك في الملعب، النوع ده من الامور يعني؟ كتير جدا جدا، كل يعني كل ماتش تقريبا ليه شويه احداث. طب يعني لو فكرت إيه اعمل فيلم هيبقى ابرزهم على الاطلاق ايه؟ اللي ما تتنسيش، الوقعات اللي ما تتنسيش. بص هو انا دايما بقول حاجه معينه والناس تفتكر ان انا بهزر فيها، وجود امراه في الملعب بجد بيهدي جدا جدا من انفعالات الناس، انفعالات اللعيب، وحتى انفعالات الجمهور، وحتى انفعالات الجهاز الفني. فتلاقي مثلا ان البنت لو موجوده، يعني انا مثلا كنت ببقى موجوده في مباراه غالبا الباك الليبرو والمهاجم بتاع الفرقه الثانيه مبقوش صحاب، بس هو يقفوا بيتكلموا ويبصوا ويضحكوا، تحس ان هو بقى ما بينهم الفه يعني، او يبصوا يعملوا كده الاول. هو مفيش شك ان انت اكيد بتطري المباريات اللي بتحكمي. لا مش لدرجه بتطري، بس يعني ببقى حاسه ان الموضوع الطف في ان هما ما يقولوش كلمه مش كويسه. طبعا يعني حتى يخجلوا يعني يكسفوا يعملوا كده. حتى طبعًا. لو ده حصل بيبقوا بيفكروا الاول. يعني اول ما يقولوا كلمه كده يبقوا يدوروا عليا انا فين، بفتكره. والله لا بس صح انا متاكده من كده. انا ده بقى بحس ان ده من ضمن الحاجات، والله مش بهزر، وجود امراه فعلا في الملعب احيانا كتير جدا جدا بيخلي اللعيب يبقوا افضل. يعني انا بحضر مباريات كتير لاصدقاء ليا حكام، ببقى في الملعب كميه يعني كلام عادي، الكلام العادي ما بين الولاد بتبقى مختلفه تماما. انا ببقى موجوده ببقى في حدود شديده للعيبه، وده بيبقى حاجه كويسه ان انت ان هما بيستخوا يعني بيكسفوا احيانا ان هما يعملوا حاجات. عايزه اقول لك حاجه، انا كنت حضرت ماتش الاهلي والمقاولون العرب اللي كان في استاد الاهلي والسلام، وكنت قاعده طبعا البنت الوحيده بجد، يعني ما فيش
مفيش أنثى تانية. فهم كانوا كلهم فعلا بعد الماتش يعني بعد ما كسبنا وكان ماتش قوي كذا حد من الأهلي هو أنت ممكن ما تجيش تاني. مش عارفين ناخد راحتنا. وهو عارف وكل شوية لما حاجة تحصل تلاقي ناس بتبص لي. هي لينا تأثير. أيوة لينا تأثير. الحقيقة تهذيب وإصلاح في المدرجات. طبعا تعرف عشان تعرف. طب انت في دماغك اكيد خطه معينه بموجبها او بناء عليها قررتي قبل كده ان انت ترشحي نفسك في في في, في بتاع مجلس اتحاد الكوره. يمكن ما حالفكيش الحظ بس برضو بالمناسبه عايزين نعرف هل بتفكري تكرري التجربه مره ثانيه ولا لا. عموما رجوعا للنقطه الاولى اكيد في دماغك ملف معين متعلق بتطوير كره القدم مش عارف بقى بشكل عام ولا النسائيه بصفه خاصه. لا بشكل عام بشكل عام. طب يعني العناوين بس من غير ما نحرق البرنامج الانتخابي يعني. ماشي. هو في الحقيقة أنا لما تقدمت للانتخابات قبل كده حصولي على 91 صوت وحتى بعد كده لما اتطورنا في موضوع ان احنا رفعنا قضية على اتحاد الكورة وكده احنا عملنا شيء اسمه وفاق سياسي وكان الوفاق السياسي كان قبل البطولة الافريقية على طول. فكنت الحمد لله ابتديت احس ان انا حقيقي عملت حاجة كويسة وان الناس ادتني ثقة كبيرة ان انا خدت رقم كبير ده اول مرة كنت اترشح للانتخابات فوق توصيف. وده الحقيقي اللي خلاني ان انا انوي ان شاء الله ان انا اترشح تاني في الانتخابات. طب ده يخليكي تعرفي تقولي لنا العناوين بتاعه اللي بتفكري فيه ولا يبقى ليكي تحفظات؟ لا هقول بس بشكل عام فعلا فضل. هو انا نفسي جدا جدا المنظومه للكوره يعني او للرياضه اللي انا بحبها تبقى مختلفه ويبقى فيها تطوير زينا زي اوروبا. اكيد ده هيبقى في ملف الكوره النسائيه انتباه لان انا يعني بنتمي للبنت طبيعه الحال. ده طبيعي. فكان يعني اكتر حاجات اللي انا نفسي ان انا جدا جدا اكون مهتمه بيها هو ملف الناشئين والكره النسائيه والتحكيم. جميل. حلو جدا. لكن التطوير في المنظومه بشكل عام هيبقى برضو من ضمن اهدافي يعني تطوير القسم الرابع والقسم الثالث. انت عارف حضرتك احنا عندنا القسم الثالث والرابع دول الناس في ناس كتيره جدا بتبقى او يعني مش عارفه ممكن يكونوا مهمشين لحد ما ولكن هو دورهم كبير جدا بدليل ان محمد صلاح كان من نادي عثمانون طنطا. لا انت مثلا في بتاع 13 حد 13 لاعب من الانديه القسم الثالثه والرابعه 13 لاعب من المنتخب طبعا. فالنهارده انت لو عملت الدور ده كاتحاد كوره ما بيننا وما بين وزاره الشباب في دعم ده احنا بنكسب جدا. مصر ولاده جدا. طبعا جدا. دي حقيقه. وانت يعني فكره كمان ملف الناشئين ده انا اتفق معاكي واعتقد اي حد يتفق معاكي هو ده الاساس يعني هو ده المستقبل. طبعا. طيب عايزه اروح معاكي بقى نتكلم شويه بقى التفاصيل. بما ان انت حكم المنظومه التحكيميه في مصر والفار او هقول المنظومه التحكيميه حاليا يعني انت بتشوفيها ازاي مؤخرا؟ والله طبعا هو في مشاكل كتيره في الفار بس ده اعتقد يعني التحكيم انت هتشوفيه دايما حتى في جميع انحاء العالم دلوقتي بقت فيه اخطاء. هو طبعا الاخطاء بتبقى التحكيميه هنا في مصر انت اي حكام بيطلع من مباراه لازم يكون عليه اعتراضات. ده ناتج لان الفار فيه مشكله معينه ممكن تحصل او بتحصل بس ده طبيعي. انا بشوف ان ده طبيعي لان اراء الحكم ممكن تتاخد في ثانيه فانت بترجعي تاني لشاشه ممكن جدا جدا السكرين ما بتبقاش مورياكي زاويه الرؤيه الواضحه لل وما تكون مورياكي ومن كل الزوايا بحيث ان يعني ما يبقاش في اي مساحه للشك تقولي ايه يا ست الكل. طبعا هو الفار اصلا مخصص لكده يجيب لك كل الزوايا. احنا معاكي في ان وارد طبعا ان يكون في اخطاء تحكيميه والكلام ده يعني عندك حق فيه مليون في الميه في كل مكان في العالم بس برضو خطا عن خطا بيفرق. كواليتي الخطا حجم فداحه الخطا دي حقيقة. لا منطقيه الخطا دي بتفرق. فده بقى عندنا ملحوظ في الفتره الاخيره عشان كده حتى انا هوان سالتك السؤال ده. هو دي حقيقه بصراحه وطبعا في فتره أيوة بقى كده فوكي بقى وخدي انا عملت خدي ودي كده معانا في الكلام أنا متحفظه انت في الحته دي انا شيماء متحفظه ابدا. طيب تابعينا وجهه نظر. لا والله هو فعلا في طبعا اخطاء كتير بس بتكلم في ان هي في بتبقى اخطاء ما نقدرش نقول ان هي متعمده
لان ممكن جدا جدا ان النهارده باخد راي حضرتك وانت كحكم للفار، انا باخد رايك بقول لك هي دي تحسب او ما تحسبش. هي بس المشكله ان انا هحاسب مين، يعني انا دلوقتي بحاسب مين في الحته دي بالذات، يعني لو في مشاكل في البار شخص المخطئ او بترجعي للجنه لازم يكون في برضو لازم يكون في اولا الحكم ليه برضو صلاحيات وليه سلطات، ما ينفعش ان كل يوم بصراحه انا وجهه نظري متواضعه، ما ينفعش كل يوم مثلا اقول ان انا وقفت نهاوند ليه يعمل، يعني ما ينفعش، لازم يبقى في حاجات ما تبقاش مصرحة للسوشيال ميديا أو للميديا. وبعدين نبتدي بقى نحل المشاكل بتاعت الفار دي. مثلا الرجوع ليها بيبقى ازاي، والمفروض ان مين بياخد الحكم، يعني مين بياخد القرار الأساسي، هو ده الموضوع، ان انا المفروض يعني احكم على مين. ليهم لجنة عليا مسؤولة عنهم وعن اللجنة العليا، هو بيجي دلوقتي بيقولك ان انا سألت اللايمان أو المسؤول عن الفار وكده، وقال ان هي غير ما تحسبش، مع ان انا ممكن ابقى شايفه ان هي تحسب. هنا القرار للحكم الاساسي، يبقى المفروض ان لو في اخطاء بتبقى الحكم الاساسي، قرارات الحكم الاساسي ده طبيعي. لكن هي المشكله ان انا النهارده لما بيقول ان الفار في مشكله معينه هحاكم مين؟ ما اقدرش احاكم حد. بعيدا عن اللي احنا بنتكلم فيه، خدت بالك من طريقه تلفظها بكلمه الفار اساسا؟ نسمع منك الفار كده كمان مره ستكون. والله طيب طيب تمام مميزه يعني. يعني انت شايفه كده؟ ربنا يخليك. شايفه كده ان انا شايفه ان في اخطاء تحكيميه طبيعيه يعني ممكن جدا تكون كتيره، ممكن جدا تكون قليله، ده موجود في كل الدنيا. بس انت مش شايفاها مقصوده، يعني هو ده نقدر نقول الكونكلوجن اكيد. لا ما انا مش اصل موضوع ان هي موضوع ان هي تكون مقصوده دي، ده امر يعني ممكن يبقى بعيد، انا ما اعرفوش يعني ما نقدرش نعرف. لكن في اخطاء تحكيميه طبعا، في اخطاء تحكيميه كبيره طبعا، عشان كده قلت لحضرتك في الاول خالص انا كنت بحب جدا شخصيه الحكم، ان الحكم ده يقدر يطلع ناس، وانا فعلا كنت ممكن ما انامش لو انا حسيت في لحظه من اللحظات ان انا ظلمت حد طبعا، او ان انا مش فاكره لعبه. طب ما تيجي بقى نروح للشق يعني المسابقات الجمال، وبرضه لان احنا زي ما كنا بنقول في الانترو احنا ميكس، او معانا شخصيه برضه ما زال المجتمع عندنا شويه بيشوف انت يعني ليكي طريق واحد، يا تبقي بقى بنت حلوه وخلاص يبقى حياتك احنا كلنا شايفينها هتترسم بشكل معين، او تبقي بنت شاطره وذكيه وبرضه هنرسمك احنا في خيالنا بشكل معين. لكن فكره ربط الاثنين ببعض، انا ممكن اكون بنت شكلي كويس ولبسي كويس وبهتم بنفسي كبنت، في نفس الوقت انا عندي طموح ونكهه في شغلي و الى اخره، دي نماذج بقينا مؤخرا بنشوفها، وعشان كده يمكن المجتمع ابتدى يقول لا احنا عندنا لا، ومش كل بنت حلوه مش ذكيه، ومش كل بنت بلوند انت عارفه في كده ستيريوتايبس العالم بيحطها. فخلينا نروح للشق ده برضو، انت خدتي يعني مسابقات كتيره وفزتي في حاجات كتيره برضو. والله هو الفوز في مسابقه ملكات الجمال دي هي بصراحه جت بالصدفه، بس انا كنت طبعا الحقيقه ان انا اصريت بعديها، لان انا كنت شايفه الناس اول ما ابتدت يعني دخولي لمجال لا مش الرياضه، ملكات الجمال، كانت الناس اوريدي عندها مشكله كبيره في ان البنت المرشحه من مصر كانت بتلعب كوره، وده انا شفته بنفسي. اوكي. الناس ما كانتش تعرف ان انا فكانوا بيتعاملوا مع يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتضحكني جدا ان لما اتكتبت في الجرايد ان في بنت هي المرشحه لملكه الجمال او مرشحه من مصر لملكه الجمال، دي لاعبه او حكم دولي كره قدم، كانت الناس بتبقى اللي هو ايه ده؟ ويمكن الصوره معانا، بس انت شكلك كان مختلف قوي برضه. عشان شعري كان اطول واغمق. يعني عمري ما اقول هي صح يعني شكلي بيختلف بصراحه ما بين مش عارفه لا انا فعلا شكلي بيختلف جدا ما بين الوانات الشعر وما بين كل فتره وفتره، ما اعرفش ففي الفتره دي انا كنت الناس عموما اللي كانت قائمه على ملكات الجمال لما رئيسة المهرجان اختارتني كنت مبسوطه جدا، بس كنت حاسه ان انا عمري ما هكسب، انا ما بعرفش البس تانو، ما بعرفش امشي دراس ده حقيقي. فكنت حاسه فعلا ان انا ما اقدرش اواكب الحته دي، وقعدت اتعلم عليها فتره، وده كان من ضمن الحاجات الجميله بصراحه اللي انا اكتسبتها في الفتره دي، يعني ان انا
ان انا اثبت ان البنت اللي ليه البنت اللي بتلعب كوره ما يبقاش شكلها كويس وتبقى بالزبط. مثقفه وتبقى بالزبط. متعلمه بالزبط. وتبقى عندها دماغ وتقدر تحقق طموحاتها وكده يعني. فدايما كان ده السؤال. انت عارفه ان اغلب البنات اللي بتلعب كوره في امريكا كلهم توب موديل، مش ناس كتير بتعرف ده. بتقولي له ايه؟ بقول له يروح بقى على هناك. انا شايفه كده، خلص بس الفقره دي واتفرج. او نجيب حد نستضيفه. انت نورتينا يا شيماء ومبسوطين جدا بوجودك معانا، وبتمنى لك كل توفيق في كل خطواتك اللي جايه وبالذات فيما يتعلق بالانتخابات اللي جايه ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك. انا كنت مبسوطه قوي قوي بجد بالفقره اللطيفه دي.